معركة حامية بين المتنافسين للجلوس على كرسي رئاسة بلدية باريس مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المقررة في 15 و22 من الشهر الجاري. 7 مرشحين يتنافسون على رئاسة البلدية، لكن المنافسة الأقوى تنحصر بين 3 نساء، وذلك للمرة الأولى. رشيدة داتي مرشحة حزب الجمهوريين ورئيسة بلدية الدائرة 7 حاليا، وآن إيدالغو مرشحة الحزب الاشتراكي والرئيسة الحالية لبلدية باريس التي تريد الفوز بولاية ثانية، وأنيس بوزان مرشحة الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام ووزيرة الصحة السابقة. أهمية معركة بلدية باريس بأنها تمثل ثقل للحزب الذي سيفوز بهذه البلدية، في أيضا الفوز ببلديات أخرى، أيضا في ثقل هذا الحزب في إدارة باريس أو إدارة العاصمة، بالتالي سيعطيه قوة سياسية، سيعطيه دفعة قوية بأن الفرنسيين يؤيدون هذا الحزب بأن اختاروا مرشحته لتكون هي عمدة هذه البلدية. هذه نقطة. النقطة الثانية بأن بلدية باريس تشهد صراع نسائي ثلاثي للمرة الأولى، وكل مرشحة لها وزنها في باريس. استطلاعات الرأي وضعت أن إيدالغو في المرتبة الأولى بحصولها على 26% من أصوات المستطلعين، بينما حلت رشيدة داتي في المرتبة الثانية وحازت على 23%، وجاءت أنيس بوزان في المرتبة الثالثة ب 19%. اليوم بدأت ما يسمى العمليات لتقارب اللوائح بخصوص أن تصل لائحة قوية لرئاسة بلدية باريس، بمعنى أن برأيي الحالي تستطيع السيدة داتي مع السيدة بوزان الحصول على ما يسمى أغلبية مطلقة لكي تحكم باريس، ولكي تكون أحدى منهما أن تكون رئيسة بلدية باريس. وكان حزب الرئيس إيمانويل ماكرون قد اضطر إلى ترشيح أنيس بوزان بعدما انسحب المرشح السابق بنجامان غريفو من السباق بسبب فضيحة فيديو جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي. برامج النساء المرشحات لرئاسة بلدية باريس تنوعت من محاربة الإرهاب مروراً بمكافحة التغير المناخي وصولاً إلى احتواء أزمة فيروس كورونا، ويبدو سباق الانتخابات مشتعلاً للحصول على أصوات الناخبين. أحمد كيلاني، قناة الغد، باريس.